السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. بنقدم لكم الفيديو الجديد بمناسبة القناة وبمناسبة وصولنا ل2000 مشترك. قناة اسكندرية وناسها يعني قناة جديدة شوية، مش قديمة، ابتدينا نشتغل فيها قريب، بس احنا هدفنا اللي احنا نوصل رسالة حلوة للناس، ضحكة ابتسامة من وش العسل زي كارما دي، نملك الشاطر اللي حفظ قرآن، بنشارك الناس أي حاجة إيجابية ممكن نعملها أو أي حاجة ممكن تدي حافز نفسي كويس، مش قصدنا أي حاجة تانية. هنبتدي النهاردة عشان احنا مبسوط قد ايه، انا مبسوط طبعا اللي مالك النهاردة حفظ جزء عام وحفظ قرآن وهيبتدي يسمع لنا النهاردة، هيقول لنا هتقول سورة ايه يا نور؟ الضحى. هتقول سورة الضحى؟ وانت يا كارما عايزه تقولي ايه؟ مالك دي سورة الضحى بتاعت الكبار، انت قولي اي سورة صغيرة ماشي، او غني غني مثلا مصطفى، او ممكن تقولي اغنية المصطفى يعني ماشي. انا عايزك تبقي شاطرة كده. ويا جماعة لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموا القناة وما تنسوش الاشتراك واللايك كل الموجودين معانا. يلا يا مالك، يلا ربع ايدك كده وقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. شكرا يا لوكو. هو ده الجو الجميل، جو الروحانيات الجميلة يا جماعة. ما ننساش اللي احنا طبعا مسلمين، والأطفال طبعا بيتأسسوا على الكلمة الطيبة وبيتأسسوا اللي هم بيحفظوا القرآن. دي أقل حاجة نقدر نقدمها لهم، ليه ومول الزمن على الأقل يدعوا لنا دعوة حلوة. بعد كده شوفوا كارما بقى الأنسة، كارما هتقول ايه يا كارما؟ هتغني ايه؟ مصطفى. يلا يا كارما. مصطفى مصطفى، فأنت مصطفى سيد الأنبياء، مظلوم وفاك ربي، حفظي من نسامتك. شاطرة يا كارما. شاطرة يا كارما، شاطرة يا كارما، كفة كبيرة يا كارما. حافظة حافظة ايه برضو تاني يا كارما؟ لا حافظة ايه يا كارما؟ ايه؟ قول يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شاطر يا لوكو. تخلوكو يا كارما، تخلوكو يا كارما. اهلا وسهلا بكم يا جماعه، ورجعنا لكم من جديد، وجبنا الكور اللعبه البيضاء مالك والكارما. كارما بتاعتها لونها ايه؟ بيضه. ومالك بتاعتها لونها ازرق. ماشي يا مالك، نفتحوا بتاعتك الاول ولا نفتحوا بتاع الكارما الاول؟ انت عارف احنا جبنا دي ليه يا كارما انت ومالك؟ بس هعرفنا جزء. ماشي يا لوكو، شاطر يا لوكو. انا بجيب لك هديه كبيره ونعملوا تحدي كبير مع بعض. ومالك شاطر، مالك شاطر. ماشي يا كارما، يلا. دي اللي فيها اللعبة. اصبر يا لوكو، افتحها لك يا لوكو. ايه ده ايه ده ايه ده يا لوكو لوكو لوكو. دي نحلة يا مالك، فكرتني بالايام الخوالي، ايام ما كان بيطلع لنا نحل والقطن والهب. ايامكم ايام جميله، نحل بلاستيك يعني هتلفها كده هتلف معاك. نشوفوا كارما بقى حظها ايه. ماشي يا كارما، كارما حظها ايه؟ كارما حظها ايه؟ كارما حظها ايه؟ اهي يا جماعه، اهي البيضه
بتاع الكرم. اخدها انا يا كرمه؟ لا. ليه يا كرمه؟ انا بابا حبيبك يا كرمه. ايه ده بصي هنا، بصي هنا يا كرمه للكاميرا يا كرمه. ايه ده يا كاو، ايه ده يا قطة بتصفى؟ ايه ده يا لوك؟ حظها يا لوك، حظ كارما يا لوك في القطة. وريها كده لماما، وريها كده. يلا يا جماعة واستنونا في الفيديو الجديد بقى في التحدي الجديد. يلا بينا نبتدي التحدي الجديد اللي احنا هنعمله النهاردة وهنلعبه سبت حد خميس جمعة، ونشوفوا كارما اللي هتكسب ولا مالك، مين اشطر مالك ولا كارما؟ ماشي. واللي هيخسر مش مشكلة، مسامحين، بس اللي هيكسب عند اللي يجيب لنا حاجة حلوة. يجيب لنا ايه؟ يجيب لنا ايه؟ يجيب لنا كور بيضة ونفتحوها مع بعض عشان احنا كسبنا. ماشي يا مالك، اتفقنا؟ اتفقنا يا كارما؟ يلا بينا. اقف يا كارما، يلا بينا نلعبوا سبت حد. يلا حط ايدك على ايد كارما، هناك يا مالك. يلا ابتدي انت، ابتدي انت يا مالك. حد لا كومنت. ايه يا كارما؟ الاثنين. يلا تاني من الاول، حط ايدك هنا. اقف حلو يا مالك، اقف. يلا قول انت يا مالك. حد اتنين تلاتة. انت مين؟ اتنين كرمة. أربعة كرمة. يا بنتي الخميس انت بتعجلي على الجمعة ليه؟ قول انت الجمعة. يلا يا بنتي هات ايدك. طيب احطها ليه؟ تاني انا هلعب انا وكرمة بس. يلا يا كرمة. لا انا هبتدي، انا هبتدي. ماشي. سبت حد ميت تلات أربع خميس. كرمة كذبت. شاطر.